نبدأ النشرة بجولة على الأسواق العالمية وأسعار السلع. نبدأ بالذهب والذي انتعش في تعاملات اليوم ملامسا مستويات 2362 دولارا للأونصة، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين أكثر من المتوقع في أبريل، مما يشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا. أما النفط فقد ارتفع في التعاملات المبكرة مع تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا، وتوقعات السوق بتراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية في وقت لاحق اليوم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4% إلى 72.71 دولارا للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.5% إلى 78.39 دولارا للبرميل. أما الأسهم الأوروبية فقد افتتحت اليوم على ارتفاع غير مسبوق، إذ عززت نتائج أعمال إيجابية أسهم قطاعي الصناعة والرعاية الصحية، بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأمريكية. وارتفع مؤشر داكس الألماني بأكثر من نصف نقطة مئوية إلى 18806 نقاط. وتترقب الأسواق العالمية صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي، والمقرر صدورها اليوم. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 3.4% على أساس سنوي مقابل تسارعه في شهر مارس مسجلا 3.5%، مواصلا ارتفاعه منذ يناير.